ف اتدبست انت بقى؟ اتدبست، بس جمعت الاولاد قلت لهم بصوا اشتغلت يعني زي انا موضوع الحوافز دي النفسيه والمعنويه صحيح. انا اشهد لك بيها، انا بصراحه بعرف اعملها، اشهد يعني لك بعرف اعملها كويس انا جدا. لعبت معاك وكنا في اوضه واحده، وانا اشهد لك بيها. لان يعني لو، وكمان بعرف ازاي الاسلوب التعامل والعلاقه اللي بيني وبين مجموعه العمل، بزرع جو ان انا هتحبني وانت بتشتغل معايا، يعني هوصلك ان انت تعمل حاجه وانت بتحبها. هايل. انا الحمد لله بعرف اعمل دي. هايل هايل. والفتره القصيره اللي بنشتغل فيها مفيش اسلحه تنفع غير دي. اسبوعين ونص تعمل خالص. فيهم ايه؟ طب خدوا كام درجه كده الولاد في الثانويه العامه؟ لا انا مش عارف بصراحه بالظبط، تمن بس تسع درجات. خلي بالك هو كابتن ياسر فتوح برضو يعني ساعدني في حاجه. احنا عندنا الولاد اللي ثانويه عامه 5 ولاد، فيهم 3 مش محتاجين قوي الدرجات لان تعليمهم اي جي وامريكا وحاجات كده، مش في اتنين، في اتنين هم اللي محتاجين الدرجات، فلازم يتحطوا، يعني لائحه الاتحاد بتقول ان هم لازم يتحطوا 50% من اجمالي عدد الماتشات. ممتاز. بلس 1 يعني. تمام. يعني لو مثلا 10 ماتشات يبقى 5، لا 6 6 اول مينيمم 5. احنا اوريدي كان اتلعب معانا في البطوله 5 تمهيدي و3 سيمي فاينل، قال لي 8. كان المفروض في الفاينل 5 على اساس دوره مجموعه 6 فرق، في 2 اعتذروا قلته عن 5، فبقوا 4 فرق يعني 3 ماتشات. طب الحل يبقى الاجمالي 11. الولدين ستة. دول لعبوا كام؟ الولدين دول قبل البطوله ما تبدا كانوا اوريدي لعبوا 6 ماتشات من 8. حلو خلاص، هم كده واخدين التميز. شال من عليا عبء ان انا، هو مش عبء بس هي الفكره كلها ان ايه؟ ان هو من الاول خد قرار صح فسهل عليك في الاخر. بالظبط. ما يزنقش الولاد، ده التكامل، ما يزنقش الولاد ولا يزنقني ان انا اضطر ان انا اشارك ولاد عشان خاطر درجاتهم. طب خليني اسالك بس، لو انا كنت اتزنقت، ما انا كنت قبل ما تسال السؤال، لو انا كنت اتزنقت في حاجه زي كده طبعا لازم احط الولد. الله ينور. ما هي مصلحته. لا مصلحته.